الآن بدنا نشوف الأنواع الثانية. في عندي أنواع ثانية، طبعا الباسورد، يعني الباسورد هذا كأنه غيرت الانبوت تايب، يعني هذول عبارة عن نفس الأول، باقي العناصر هذول نفس العنصر الأول ولكن غيروا التايب، خلوها جاهزة عشان تستخدمها مباشرة. يعني لو شلت هذا العنصر ورحت سحبت باسورد فهو نفس العنصر الأول ولكن عبارة عن باسورد، شايف؟ بس اللي اختلف إنه نوع الانبوت باسورد، لكن هو نفس العنصر الأول. وكذلك لو سحبت باسورد رقمي، هذا الباسورد عبارة عن باسورد نص، ممكن يكون أي حاجة، لكن الباسورد النيوميريك يعني باسورد بس المستخدم بيدخل فيه رقم. هذا الإيميل المستخدم بيطلع له لوحة للإيميل، التلفون لوحة للتلفون، البوستال أدرس، المالتيبل تكست اللي هو أكثر من سطر، التايم، الديت، النمبر، تمام، النمبر سايند يعني هذا رقم بإشارة، هذا رقم ديسيمال، هل جيت هنجربهم، تمام. هي هذا مثلا عبارة عن باسورد، جربنا الباسورد، خلينا نجرب الباسورد لنيوميريك، تمام. الباسورد لنيوميريك لو اجيت انت شغلت هيطلع لك عبارة عن حق الادخال، وهيطلع لك باسورد في لوحة المفاتيح ارقام فقط، تمام. هيو لو ضغطت هنا يطلع لك لوحة المفاتيح عبارة عن ارقام، وشايف اول ما تدخل بيصير كله عبارة عن نقط بتحول. طيب جميل، خلينا نشوف الايميل. الايميل هذا لو اجينا احنا شغلنا هيطلع لنا المفترض حق الادخال، لما نضغط عليها يطلع لوحة مفاتيح فيها كل الأحرف مع إشارة الأت. هيو هيطلع لي كل الأحرف، وفي إشارة الأت هنا وإشارة الدوت، ليش؟ لأنه بيتعامل مع إيميل. لكن لو استخدمت نص عادي، لو نوع الإدخال نص عادي، مش هيطلع لك الكلام هذا، مش هيطلع لك الأت والدوت. طيب تمام، خلينا نجرب واحد تاني. نجرب مثلا المالتيبل تكست يعني أكثر من سطر. الأكثر من سطر هذا كيف هيطلع لنا؟ هيطلع لنا لوحة مفاتيح عادية دخل فيها أي حاجة، تمام، ولكن أكثر من سطر. شايف لما ينتهي السطر بينزل لك سطر جديد، هذا المالتيبل تكست. وقلنا في خاصية حكينا عنها قبل هيك اللي هو اللاين سبيسنج، اللي هو بتقدر تبعد المسافة بين السطر والتاني، تكبرها وتصغرها، تمام. طبعا في عندي التايم، خلينا نشوف التايم كيف بده يطلع معنا، تمام. لو جيت شغلت شايف لما تضغط هنا بيطلع لك عبارة عن حقل في أرقام، وهنا إشارة الكولون، تمام، أو النقطتين اللي فوق بعض، ليش؟ عشان أنت تحط رقم، تحط تايم معين، تمام. هذا هو عبارة عن حق لوحة المفاتيح الخاصة بالتايم، وكذلك لوحة المفاتيح الخاصة بالديت. طيب خلينا نجرب النمبر. النمبر برضو بنفس الفكرة، تختار النمبر، تمام، وبتيجي تغير تشغل، هيطلع لك لوحة إدخال بتدخل من خلالها أرقام معينة بالشكل هذا. هذا بالنسبة لأنواع الانبوت اللي موجودين هنا، اللي بدنا نعرفه انه كل الشاشات هذه، كل المربعات اللي بالشكل هذا هم نفس الاشي، ولكن اللي بيختلف فيهم الانبوت تايب او نوع الانبوت اللي المستخدم بده يدخله، وبناء عليه بيختلف شكل الكيبورد اللي هيظهر للمستخدم، تمام.